أشكر السيد رئيس المؤسسة والسيد رئيس جمعية الأمهات وآباء التلاميذ. كنشكر جميع المنظمين، السادة المفتشين والسادة رؤساء المصالح اللي حضروا هذا الحفل. هو حفل تمييز ديال أحسن أستاذ في هذه السنة، وهو السيد سلاوي همام اللي قدم لهذه المؤسسة خدمات، وكان من ضمن المشاركين ومن ضمن الفائزين من المديرية الإقليمية بأسفي. وبالمناسبة كنشكر مؤسسة الزهيد التي كانت وراء هذه البادرة التحفيزية والتشجيعية، وكما سميت هو الاعتراف بهيئة التدريس وبالهيئة التربوية التي تقدم خدمات جليلة لناشئتنا لجميع المتعلمات والمتعلمين. وبالمناسبة كان حفل تخليد اليوم العالمي للمرأة اللي من هذا المنبر كانت تقدمونا بأحر التهاني على ما قدمته خدمة لناشئتنا في منظومة التربية والتكوين. بخصوص التتويج، وصراحة هو التتويج ماشي شخصي، والتتويج لجميع الأطر وجميع فعاليات المدرسة العمومية. صراحة هذه ثمرت مجهودات وتكاتف مجهودات كل المتدخلين من أطر مدرسية وإدارة وجمعية الآباء. هذا التتويج كنوجه جميع الأطر بالمدرسة العمومية بالمغرب. بخصوص مسابقة أستاذ سنة، هي مسابقة حاولت تركز على جودة التعلمات من خلال مشروع القسم. المشروع الفائز الحمد لله كان حول الارتقاء بالتعلمات عبر إدماج وسائط رقمية ووسائط تكنولوجيا المعلومات والاهتمام بأنشطة الحياة المدرسية. الفكرة اللي جينا بها، حاولنا احنا ان التلميذ يكون محور العملية التعليمية التعلمية من خلال تصميم المواد الرقمية بنفسه، يعني نشاركوا التلميذ باختيار الألوان، باختيار الأشكال، باختيار الصور، وفي إضافة حتى الصوت ديالو. يعني إذا التلميذ شاف الصورة ديالو ولا شاف العمل ديالو اللي كيصابوا مع اللي ينتجوا مع الأستاذ ديالو، أكيد أنه غادي يقبل على التعلمات. يأتي هذا الحدث اليوم هو في ثلاث جوانب. الجانب الأول هو التميز، حفل التميز لسنة الأستاذ سنة 2020 التي نالها أستاذ من مؤسسة المرحلة المسكينة وهو همام سلاوي. وهذا الحفل كان في مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ونال فيه الجائزة. أيضا نتقاسم مع سي همام حفلا وعملا ولحظات بجانبنا يعمل بجدية أن نقيم له هذا الحفل البسيط تحت إشراف سيد المدير الإقليمي وحضور بعض رؤساء المصالح. ودعمنا في هذا الحفل أيضا حضور رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ سي محمد زنون. الشق الثاني من الحفل هو اليوم العالمي للمرأة. لابد أن نقف وقفة إجلال ووقفة احترام بخصوص النساء والأساتذة الأستاذات العاملين بالمؤسسة، أن نعطيهم حقهم في هذا الحفل الكبير. الشق الثاني لابد أيضا أن نعظم ونمجد العمل لرئيس جمعية الآباء الرديف حقيقي للمؤسسة السي محمد زنون وأعضاء مكتبه، بحيث أنهم في شهرين أو في شهرين قاموا بعمل كبير بالمؤسسة. وهذا الحفل في هذه المدرسة الحالة المسكينة، رغم أن المحيط السوسيوثقافي ديالها يعاني الهشاشة والتهميش، ولكن استطاعت منذ 2015 أن تقفز بنوعية الحسن الأداء والتدبير والعطاء الجيد. بها أطر تربوية جادة جدا في العمل، وتلاميذ يسعون في بالمقاربات الجديدة بالنسبة للتعليم، يسعون أن ينالوا حظهم في تدريس مدرسة عمومية بهذا الوسط. وشكر لجميع من ساهم وتقدم معنا بالشكر والتغطية، كذلك الصحفيين والناس اللي قاعدين يحضروا ضيوف هذا الحدث الكبير، وشكرا لكم. نحضر اليوم لنساهم مع هيئة التدريس بهذه المؤسسة أولا للاحتفاء
بالمرأة في عيدها الأممي، كما رأيتم أن هناك مجموعة من المدرسات التي قمنا بتكريمهن في هذه المناسبة، وكذلك احتفاء بجائزة أستاذ السنة التي حظيت بهذه المؤسسة الشخص الأستاذ همام الذي حاز على الجائزة الأولى وطنيا، وهذه مفخرة للمؤسسة العمومية، مفخرة كذلك لأبناء هذه المدينة عندما يبزغ بدر أستاذ في التعليم الابتدائي ليقارع أساتذة على المستوى الوطني ويحظى بالجائزة الأولى. من موقعنا كجمعية أباء وأولياء التلاميذ لا يمكننا أبدا إلا أن نشارك وننخرط في هكذا مبادرات وفي هكذا أنشطة تحتفي بها الأسرة التعليمية بهذه المدينة، وخصوصا فيما يتعلق أو عندما يتعلق الأمر بالمرأة التي نكن لها كل احترام، خصوصا المرأة المدرسة التي تبصم في كل مرة على أحداث ووقائع تبقى موشومة بذاكرة الآباء والأولياء. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر كل من حضر هذا الحفل، السيد المدير الإقليمي، السيد مدير المؤسسة، السادة رؤساء المصالح ومفتشي بهذه المدينة، وكذلك الأطر التربوية وأعضاء الجمعية وباقي الحضور، وكذا الجسم الصحفي بهذه المدينة. فشكرا جزيلا لكل واحد منكم كما ينبغي له من عبارات التقدير والاحترام، وشكرا لجريدة شوف تي في. أولا أنا بعدا غنتكلم بصفتي كتلميذ سابق بمؤسسة رحال المسكين، كل الشكر للإخوان اللي سهروا على هذا الاجتماع وهذا اللقاء اللي كان عنده واحد بصمة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، كما كانت عدة جوائز من بينها الجائزة الأولى للسيد الأستاذ همام بصفته الحائز على الرتبة الأولى وطنيا من بين المعلمين والأساتذة بالمغرب. ثانيا كانت جمعية آباء وأولياء التلاميذ اللي سهرات على هاد الحفل هذا المتميز، كان لقاء تاريخي لهذه الجمعية هذه اللي بقى حديثة العهد، والحمد لله حققت الكثير والكثير في هذه المؤسسة اللي كانت محتاجة لمثل هاد الأعمال وهاد الأنشطة، بحيث ولينا كنشوفوا مدرسة رحال المسكيني في حلة جديدة، حلة جميلة باش حتى الوليدات يقراو في واحد الفضاء جميل. ونتمناها تكون عبرة لكل الجمعيات ولكل المؤسسات، وشكرا لجريدة شوف تي في.